ماذا يعني هذا التأكيد الرسمي العسكري من الجيش الإسرائيلي باستهداف وتصفية عقيل؟ مساء الخير. أهلا وسهلا. هذا قبل كل شيء يعني ثقة إسرائيلية زائدة أنها إذا طالت هدفا فهي تحققه. هي ترسل رسالة أننا أردنا، عندما نريد أن نغتال شخصا سوف نغتاله. نجحت العملية والآن تعلن رسميا عن ذلك. هي الآن يعني بخطاب نصر الله البارحة كان يتحدى إسرائيل بعدم إعادة، بأنه لن يسمح بعودة المستوطنين إلى شمال إسرائيل. نعم، هذه العملية اليوم هي رد التحدي على حسن نصر الله. والآن فعلا يعني إسرائيل انفلتت من كل القيود ولم يعد هناك سقف للعمليات عندها أو حدود اشتباك أو معين. هي انفلتت على الآخر تستدرج وتستفز حزب الله كي يرد، كي توسع الجبهة وتفتحها التي تمنعها عنها أمريكا. لا زالت حتى الآن أن افعلي ما بدا لك لكن لا توسعي الحرب. هي تريد، لأن الهاجس الوحيد أمام نتنياهو والقادة الإسرائيليين الذي أعلنوا عنه عودة المستوطنين إلى الشمال مهما تطلب الأمر. فإذا كل ذلك منذ يومين، البيجرز والتوكي ووكي والآن عقيل وما سبقهم شكر، يعني كأنهم يذكرون حزب الله بالرد على شكر. كل ذلك استدراج واستفزاز حزب الله كي يرد، كي تنخرط هي كما تريد. وخصوصا أن إسرائيل قد هيأت لكل ذلك، الخلل الأمني الذي أحدثته في بيئة حزب الله، وليس في البيئة إنما في القواعد العسكرية والميدانية وحتى في حلقة صنع القرار والمراكز القيادة والسيطرة الحزب اللهوية، أحدثت شرخا فعلا مهما باعتراف نصر الله البارحة. جيد، في هذا الإطار سيادة العميد، يلملم. نعم، في هذا الإطار والحزب يلملم كما ذكرت جراحه ربما، وفي إطار ما أسميته رد التحدي، هل يمكن أن نشهد ردا للحزب أم أن الأولوية الآن لإعادة ترتيب الصفوف للملمة الجراح والسمو عنها وترتيب العمل العسكري الداخلي قبل إطلاق الذراع واليد في رد جديد؟ قبل عملية اليوم هو كان فعلا، وهذا هو المنطق، في صدد دراسة البدائل واستعادة الثقة التي اهتزت ورفع المعنويات. وخطاب البارحة كان رفعا للمعنويات فقط. نعم. ومواساة إلى آخره، يعني خطابا إنسانيا اجتماعيا لم يكن خطابا عسكريا، سوى بنهايته أننا لن نسمح لكم بإعادة المستوطنين إلى الشمال. طبعا ما قبل اغتيال عقيل كان حزب الله الآن، لأن سلاح الإشارة وهو عصب الجيوش والتنظيمات المسلحة، عصب الإشارة يعني وسائل الاتصال، عندما يضرب هذا السلاح فتنهار الجيوش وتنهار التنظيمات، إذ ينعدم التواصل وتنعدم وتنقطع وسائل إيصال الأمرة والأوامر والتعليمات إلى آخره من هذا الشأن، كي يبقى الانسجام ما بين القاعدة والرأس، والقاعدة والجسد والرأس. هذا كله اختل عند حزب الله. أتت العملية اليوم وكأنها تستعجله أن يرد وتستدرجه أن يرد وتدعوه إسرائيل إلى حلبة الصراع. الفكرة أو النظرية العسكرية وراء هذا التواتر في الاستهداف، إذا أردت أن تبسطها وتفسرها لنا أكثر من الزاوية الإسرائيلية، قصدت يعني أن العدو مربك مثخن فزادت عليه الضربات، هل هذا يدرس؟ هل هذه نظرية؟ هذا أكيد ليس صدفة، كله مقصود وتزامن وتكثيف له أهدافه بالتأكيد. هل فسرت لنا أكثر هذه الاستراتيجية أو هذا التكتيك، لا أدري كيف تسمونه عسكرياً؟ الذي تتبعه إسرائيل عفوا أو حزب نعم الله؟ نعم نعم، إسرائيل، هذا التواتر في الضربات. نعم 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 نعم
هي منذ الربيع إسرائيل رسمت أول استراتيجية وهي اقتناص الرؤوس واصطياد الأهداف المؤثرة في حزب الله، ليس فقط في حزب الله إنما في كامل محور إيران، وهي تضرب في اليمن وتضرب في سوريا وتضرب حتى في العراق والسيدة زينب، إلى إضافة تركيزا على الجبهة الجنوبية. هذه هي الاستراتيجية الأولى. لماذا؟ كي تخلق بلبلة ما بين والأهداف القيادية، يعني هي في مراكز القيادة والسيطرة، وأهداف الدرجات الثانية والأولى في حلقة صنع القرار. هذه الاستراتيجية الإسرائيلية هي لإحداث الإرباك وتعطيل عملية الأمرة، بالإضافة لضرب سلاح الإشارة الذي تكلمت عنه. هذه الاستراتيجية الأولى. الاستراتيجية الثانية الموازية مع ذلك هي عندما تضرب إسرائيل في البقع الخلفية وخطوط الإمداد أينما كان التي يأتي منها المدد لحزب الله، فهذه هي الاستراتيجية الثانية، وغرضها ومغزاها أنها تقلص، تسعى لتقليص إمكانات وقدرات حزب الله وتجفيف المخزون عنده. يعني إذا أطلق صواريخ معينة ليس باستطاعته تعويضها، ومن الصعب جدا في ظل هذا الحظر والحصار وضرب البقع اللوجستية وخطوط الإمداد شيئا فشيئا، تزامنا كذلك مع الاستراتيجية الثالثة التي تقول بخلق مساحة فارغة في جنوب لبنان. ونحن نرى أن على الحد ما بين إسرائيل ولبنان بات هناك في اتجاه لبنان شمالا بقع بمسافة ما بين 5 إلى 10 كيلومترات حتى، أرضا محروقة دمارا شاملا مثل غزة. هذه الاستراتيجية الإسرائيلية توسعها في العمق شيئا فشيئا كي تضمن مساحة فارغة نسميها بالعلم العسكري المجال الحيوي vital zone، بالألماني Lebensraum، يعني وهي ما برع فيه هتلر، احتل 3/4 ألمانيا أوروبا كي يخلق المجال الحيوي. إسرائيل على المصغر تفعل هذا الشيء ضمن استراتيجية ثابتة. إذن 3 استراتيجيات متزامنة مع بعضها، وحزب الله حتى الآن لم يرد، لأن هناك خطوط حمراء إيرانية مرسومة لحزب الله، ونرى دليل على ذلك أنه لم يستعمل سوى الصواريخ الصغيرة قصيرة المدى كاتيوشا وجراد وسواها، وهي بالعلم العسكري كذلك صواريخ عمياء ليس لا تتمتع بالدقة، يعني غير مؤثر. كل ذلك وحزب الله حتى الآن متقيد بالحدود الإيرانية التي قيدتها أمريكا كذلك بخطوط حمراء ألا تتوسع الجبهات. الشخص الوحيد الذي يريد توسعة الجبهات هو نتنياهو. وعندما تكون إسرائيل في حالات انقسام داخلي و يعني غير متزنة، وهناك عدم استقرار في الداخل، ونشهد المشهد السياسي في إسرائيل والتقلبات والمظاهرات والانقسامات، إسرائيل من عادتها عندما تكون في أزمة في الداخل تهرب وتتفلت إلى الخارج وتنقل المعركة إلى أرض الخصم.